بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة مرابطون، أسعد مساء وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي حديث الطبيب. موضوع حلقتنا اليوم هو لقاء ودردشة مع الدكتورة زينب متحد، أخصائية أمراض وطب الأطفال، في دردشة مفتوحة عن بعض وأهم الاستعجالات الطبية. نختاركم ما دمنا أجبرناكم بوصفكم مدير نائب مدير المستشفى، بسكم ايضا طبيبة اطفال. شنو تقييمكم لهذه الظاهرة، وهي شنو حقيقة هذا الطفح الجلدي اللي انتشر في الايام الاخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. انا اختارك نائب المدير، تخلي انا طبيبة، جاية طبيبة هون لنتكلم عن مشاكل الشاشرة اللي نواجههم ونعرفهم وش تقال فيهم يوميا، وش برا ياسر من الشاشرة، وبيد اللي عرفات مليانة من في الموريتانيا انواع كاملة، فقراء والاغنياء ومتوسطين، وفيها الامارات كامله حكم هي اكبر مقاطعه في موريتانيا. فعلا في الزمن الفتره انتشار، انا انتشار وباء حبيب ما مارق في الشاشه الرضيعين والاطفال، يعني ما المراهقين ما نقول المراهقين، قال بعد الشاشه صغار والرضيعين، وذاك الحب حد في نوع شيك حد قاعد نقول لابو حامرون به اللي اعراض واعراض ابو حامرون، قال خارقين اعراضه هم يهم عندنا حال الخارج، الهم عندنا في بو حامرون ما هي فيها. اولا حال الشير ما يدهور، دائما الشير مكنسر في حاله، معناها عنده حال ما هو مريض، ما وجهه ما هو مريض حتى، وعادي طبيعي تقبل عيات حمى ويقبل عيات حتى الرمادي قبل شوي، يقير خارقين اعراض، اعراض بو حامرون ما هو فيه، اللي هو خارق حبيبي مبت عن زر شدك قال له كوبلاي، ما هو فماتي. ثانيا الحال الشير ملي طبيعي مكنسر في حاله، مثلا محتفظه بصحته، ما هي مدهوره. هذا من اهم الاعراض اللي خلينا نقول انه ابو حامرون. ثالثا انتشار المرض احنا ابو حامرون انتشر عند الودنين، وحبيبي يخرج بعد كاع يجي لينانتم وليكزانتم، اللي منه في الجلد يجي من وراء الودنين يبدا فيهم ينتشر قال تحت، ويعطي اسبوع على ذاك عقب ملي يتقشر، واللي في النقر يؤدي الرمادمتين اللي قاعد قد يمشي لين زعما، ويؤدي النازلة اللي تعود فيها الوعي، ويؤدي وجع لهم متين، وثانيا القاشوش مولي متين ويسهال. هذا الحمد لله للاعراض ما هم فماتية. هذا وخارج شنو نوع من عود كيف الحبيب يقولوا له بيضان بوشويكة، نحن ذا كامل انا بعد نضيف له بوشويكة، هذا اللي ينقال بوشويكة اللي هي لاريبيول، ينقال هم اللي حمت عندنا المانيا، والله ما نعرف ما ينطق بالعربي قبال، ما نضبط ما نعرف اللي هو خلفت بالحسانية، مو سي با خلفت سي لافاريسيل، هذا الشيء قالوا لاريبيول. لاريبيول ستين اريبسيون فيرال، معناها طفح فيروس فيروسي ولا هو خطير على الشير، ما هو خطير على الشير طبيعي، خطير على الشير اللي مناعته ضعيفه، كيف الخاشن في الشير اللي ديفيسيتي ميتال يعود عنده السيدا عجز مناعي، يقال يعود مولي عند الشاشر ما عندهم مرض قبالك ولا عندهم مناعتهم ضعيفه، هذا قد يعود خطر عليهم. يقال اكثر خطورته على المراه اللي في بدايه حملها، لانه يؤدي تشوه للجنين، ذاك هو اللي دائما النصارى والله اوروبا يدقوا على المراه، المراه طفله لابد من تدق على ريبيول، احنا هون ما ندقوا عنها. ونقول راني ما نتكلم هون وزاره الصحه، ما قال شيء وزاره الصحه، انا طبيبه، طبيب تاع اطفال ولاتيه، قد يعود متلازم مع قدر من لاحظه هذاك من الاطفال الحديثين الولاده، ما هم حديثين الولاده، مثلا يولدوا قبل فترتهم خدج، يولدوا قبل فترتهم الخدج، ما هم لاحقين نقول احنا نتكلم قاعد بيضاء خدج ما لفتهم كلام الموريتاني، طراح كلام خدج ما لفتهم المتابعين، انا ما فهمت ما لفتهم الموريتاني. اذا عنها ذاك المرض يؤدي متلازم هذاك مع عند العليات طياح الكرش، نقول كثرة طياح الكرش فترة، وكثرة مولي البراية قبل الوقت، قد يعود من 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 لان احنا عياتنا ما يدقوا عند ريبيول، والريبيول خطر عليه، خطر على الحمض وخطر على الشير اللي مناعته ضعيفة، يتشبه له تشوهات خلقية مثلا وي امبريو فيتوباتي في الجنين صغير مازال، والجنين فات اللي مازال يتخلق جيد. جيد دكتور، بارك الله فيك، راني نتكلم معك لا بصفة طبيبة أطفال. أنا قاعد أنا جاي مريضة أساسية، أنا اختلفت بأنها خالعة العليات، وأمهاتي الشاشرة، ونختلفت انتباههم عنهم ما هو بو حامرون.
عنه مدة 48 ساعة، تجي حمعيات وتجي عيات ما تجي، وتجي ذاك انتشار ذاك اللي بجد ويوفو اللي منها ماتي انكار تويتر يوفو، دونك ما لا داعي للقلق ولا داعي لا قد يعود مثلا مرأة بداية حملة ولا شيء تجتنبو تجتنب تعزل عنه العادة يقال قاع هاي قاع هذه قاع فرصة نقول عن العيات يطلب تم تقع على ربيع العيات ياسر هم ريتال. جيد جدا، بارك الله فيك دكتورة. دكتورة اللي هنا ندخل في موضوعنا فعليا، احنا قلنا عن اللي هنا ادرو دردشه بشكل بشكل مفتوح وبشكل مريح بأريحية، ايضا عن بعض الاستعجالات الطبيه. من نقول الطبيه معناها ان اللي قال الاستعجالات الجراحيه مقصيه الجروح الخطيره والله الكسور والله الحروق والله الزائده الدوديه والله بلع الاجسام والله استنشاق لا قبل فطن ساس ولا قلت العنايه لا من كامل قلت العنايه غير عن هذه المواضيع ما هي اللي متكلم عنها، نتكلم عن الاستعجالات الطبيه البحته. اللي هنا بداوها بدنا قالوا الصرع والله الدوسه ليس لانه هو الاكثر شيوعا لكنه ربما لانه الاكثر ازعاجا للناس. انا ظاهر انك قاعد تعادل معك فيزيت في بريد صحيح، يعني نلاحظوا عن بين انا وانت يا دكتوره نلاحظوا عن لا فيزيت نشوفوا المرضى لا نشوفهم على الصباح الشاشه المكرودين لا نشوفوا حالهم الشيء اللي هنا نخلوه يتابع دواه والشيء اللي هنا نطرصوه والشيء اللي هنا نحوله الى حاله بتن عنايه مركزه. وعندنا يعني عيش مسيج مرابل بيانها عندنا 15 متكل يعني نجي نعدلوا فيزيت مع صباح من 15 متكة نجيبوا منهم حكم السبعة والله ثمانية كلهم قط على الأقل الصرع مرة. راه هو قاعد يعني تعرف عنا دائما نجبروا حالات معوقة صحيح لي سانس سيفالوباتي ونجبروا حالات مولاهم فيه الكرينة عادة فيكسات فيه معنى هذا كثير وخاصة في البلاد اللي نحن في عرفات ما نعرف اذا كان الطباب الاخرى حاجة بعد الطب الكبير كان يكسع بيدي طب واحد كانت ياسر في قال عرفات انا ملاحظة عنها فيها شيء من اللي جينا منها جينا منهم خيالي من هذا الصرع هذا الدوس هذا الصرع جاي ما قد صرع صرع مره جاي صرع وهذا يؤدي في شيء في شيء في شيء وراثي ذاك يقوم دور يفطل ورقاش ويعدل عنه تشخيص وسوى الاسره وقال له في عنها عنها فيها رقاش صرع والله قطعت من الدوسه والله قطعت من كذا في شيء الشير يخرج ام في الحمل ما تتابع شين قالوا لها كونستاسيون برينتال ما تعدلها يعني تتعدل ثلاث تشخيصات وتروز ايكوغرافي ثلاث ايكوغرافيات وشوفها طبيب اطفال طبيب نساء والله قابله وقابله تقول خارج الصعليات يا براه بيده لا طيب انت تبرع تبرع في بيده مؤهله والله عم تابعه لنورم معناها النغم النغم شنو هي تتعرف ان في بريده فيها قاعه ولاده يا تعود فيها الاكسجين يا تعود فيها طاقة انت بشوفانت كومونتي هاي دائما كرر يا قرسي لابد منها بديهية مردة بها اللي هي قلتها وخيمة على الشير الإنسان أسرة عندها يشير معوق رايالك ما هي بسيطة وهذا ثقيل على المجتمع ثقيل على الأسرة وثقيل اقتصاديا على الوطن الدولة دونك تعود فيها طابلة انت بشوفانت تعود فيها الأكسجين تعود فيها يعني طالع شوي من السكر يعني طالع يقل سكره والله يرضى عليك الوقت ممكن من نخدم وثانيا تعود معقمة هذا لما تعودوا خارجين دائما يعرضوا الشير حديث الولادة للعدوى راه هي المرأة ما زالت حامل يا تتعرف بعد كان قلت تاكل شي بارفا باس كانت قلت تبرى براي عادي تبرى براي عادي والله تقعد القيصرية القيصرية ما هي مرض القيصرية وسيلة اللي ياكل يعود لأم سليمة والابن رضيع سليم الوليد سليم هذا هو هو المدور من القيصرية ما هي والنار الله لا تعد ما لنا عدو عملية وذيك ما يتواسى العملية مهمة لأن العملية تجيب ابن سليم لأن عن هذه يجي الشير يخاف من حوض ضيق اللي ما من أم ما تابعت هذا من وسائل من أسباب صرع 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 ومن اسباب قاع انه يعوق الشيء والشيء معوق يدي خاو من بلاده ما يخاو منها وتعصر راسه تعصره ويخرجهم تشوه ثانيا يدخل يخاو ما عنده الاكسجين خاص الاكسجين هو الاكسجين ما هو في ما هو في مو جاهز ثالثا يبرد يكتب شيء البرد يمرض البرد يا اش لان ما تنتاب الشوفانت ولا تعرف انا انسيسينا عندنا كثير في طابه الصداقه عندنا شو عندنا منهم دور عندنا كاتر منهم قاعده ولاديه فيها اثنتين
وعندنا خدمتين في ماترنتي. العنايه وناتو ليش لكن كافحوا ضد البروده الشير البرد الشير اللي هي مرضه اللي هي قد يقتلوه هو من اللي بوتر من اللي يقتل الشاشه. جيد دكتور. هذا خارج الصح السبب الاخر اللي هو اللي يعني نحتسب انه من لا مبالاه الشير تقضي الحمى ولا يداوى بالعجله لا يمشي. المراه قلت انا دائما اقول على المراه حاقله خالت امي وسيده ابنهم باتوا عند دول الحمى اذا قبضت الحمى تعطيه دول الحمى وتقيس به الطب يا غير ما تقول لي انا ذاك فترانه هذا الليل والشير قابط الحمى انه دائما خالي لين الصبح الصبح يسخف الشير وهو الخايف ان احنا منه لان كل سخفه تؤدي المشاكل في الدماغ مشاكل عقابير بالعربي ولين تنزاد لين تنزاد وي ابو سليمان لين تنزاد 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 المشكله في الدماغ لين تعقب تفكسي تعود قاعد ابيليبسي. جيد دكتور اللي هنا قبل فاصل نرجع لكم دكتور مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا.